مرحبا، هلا والله، كيف حالكم أصدقائي؟ جيناكم اليوم بفيديو جديد وقصة جديدة أتمنى تعجبكم. بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هاتوا الانترو. اعذروني، يمكن قصة اليوم تخوفكم شوية زي الفيديو اللي قبله. أصدقائي بنسمع كتير عن قصص مرعبة بتصير في العالم، في كتير منا بصدق هذه القصص وفي كتير ما بصدقوها وبيحكوا إنها خرافات وأساطير. بس قصتنا اليوم عن جد صارت، قصة حقيقية واقعية صارت في المملكة العربية السعودية، تحديدا صارت في منطقة الصفوة في محافظة القطيف. خلينا نفصل الموضوع أكتر. هذه القصة صارت قبل 11 سنة في عام 2015 في المملكة العربية السعودية. كان في شخص بيمتلك مزرعة كبيرة، كان هذا الشخص بيأجر المزرعة على أشخاص مختلفين، هذا سنة هذا سنتين هذا شهور زي هيك. وآخر عقد إيجار قبل الحادثة قرر صاحب المزرعة إنه ياخذ المزرعة ويعملها صيانة للبنية التحتية وتركيب أنابيب صرف صحي. في يوم هم بيحفروا في الأرض عشان يركبوا أنابيب المجاري، اتفاجأ في وجود جثة مدفونة جوا الأرض، وفورا اتصل بالشرطة وبلغهم عن الحادثة. فأجت الشرطة والطب الشرعي، بس للأسف الجثة كانت بدون ملامح، محالة لو ما فيش أي أوراق وإثباتات تعرفنا عن شخصية الجثة. والمشكلة انه صاحب المزرعة ما كانش مأجرها لشخص واحد بل عدة اشخاص، فمن الطبيعي انه كل الاشخاص اللي مأجرهم المزرعة يكون مشتبه فيهم. طبعا الشرطة فتحت تحقيق في الحادث، كان صاحب المزرعة بده ينهي اعمال الصيانة بسرعة، فساب الشرطة تعمل تحريات وعمليات البحث والتحقيق، وهو كمل عمليات الحفر في المزرعة. وتفاجأ صاحب المزرعة في اثناء الحفر وجود كمان اربع جثث مدفونة في المزرعة، لكن هذه المرة كانت مختلفة. الشرطة لقت مع جثة من الجثث دليل او طرف خيط، فعثروا بين ملابس الجثة على اثبات هوية وكمان خاتم ذهب محفور عليه اسم زوجة الجثة. فقامت الشرطة في عمل تحريات، وفعلا بعد مراجعة البيانات اتأكدوا فعلا انه الاسم المنقوش هو اسم زوجة صاحب الجثة. فالشرطة قبضت على كل الاشخاص اللي إلهم علاقة بهذا الشخص الميت. بعد الفحص والتحريات وعرض الجثث على الطب الشرعي، وتم اكتشاف انه اربع جثث اندفنوا هم احياء، والجثة الخامسة تعرضت للضرب والطعن قبل دفنها. وبالتالي تحول الموضوع لقضية جنائية شغلت الرأي العام في هداك الوقت. بعد ما فتحت الشرطة تحقيق في الحادث جمعت 26 شخص وكلهم بيحملوا الجنسية الهندية وإلهم علاقة بالجثث، لكن الغريب إنه أصحاب الجثث كانوا بيعملوا في مهن مختلفة، يعني كل واحد بيشتغل في مجال معين. هذا هو اللغز اللي كانت الشرطة تدور على حل إله. فهدول الجثث منهم من كان في مهنة النجارة ومنهم في البقالة وغيره وغيراته. وبعد التحقيقات والاستجوابات للأشخاص المقبوض عليهم كلهم نفوا صلتهم بأصحاب الجثث، ظنوا أنه أصحاب الجثث تركوا المملكة العربية السعودية. وبعد المزيد من التحريات والاستجوابات وأدلة من الطب الشرعي اتمكنت الشرطة وأخيرا من تحديد زمن وفاة الجثث، فكانت وفاتهم قبل 5 سنوات من اكتشاف الحادثة، يعني في عام 2010. وبناء على هيك بحثت الشرطة عن الشخص اللي استأجر المزرعة في عام 2010، وكانت الصدمة انه مواطن سعودي من اهل مدينة الصفوة، وقبضت عليه الشرطة فورا واعترف بكل اشي، وقال للشرطة انه كان يأجر المزرعة عشان يعمل خمور، وان هدول الخمس جثث كانوا بيشتغلوا معاه لصنع هذه الخمور ويبيعوها للعمال الأجانب الموجودين في محافظة القطيف، وكان يكسب كتير من الأموال بسبب بيع هذه الخمور. اكتشف هذا الشخص السعودي انه هدول الخمسة الهنود بسرقوه وبيبيعوا حصة من الخمر لصالحهم، فقرر انه يعاقبهم. في ليلة من الليالي وهم سهرانين استدرجهم وخلاهم يشرب خمر كتير لحد ما سكروا. بمساعدة 2 من قرايبه قتل واحد منهم، ولأنه الأربعة التانين كانوا سكرانين مش قادرين يقفوا على رجليهم ومش دارين عن حالهم، راح ربطهم ودفنهم هم عايشين. وبهيك انتهت قضية مزرعة الموت. كانت هذه القضية قضية رأي عام وشغلت كل وسائل الإعلام، وبعد مداولات بالمحاكم حكموا على الشخص السعودي وقرايبه الاتنين بالإعدام بالحد، وحكموا على 3 من العمال الهنود اللي كانوا بيشتغلوا معاه ببيع الخمر موجودين في مدينة الصفوة بالجلد والسجن. وبهيك انتهت أحداث قصة من أكثر القصص غموضا في تاريخ المملكة العربية السعودية. بعد ما حكينا عن أحداث مزرعة الموت في المملكة العربية السعودية بنتذكر قصة في نفس الاسم، مزرعة الموت، اللي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978. وجدت الشرطة في مزرعة من المزارع على جثث، مش حتصدق عدد الجثث اللي لقتهم، 900 جثة
وهذه الجثث كانت بتنتمي لطائفة دينية معينة، وهدول الأشخاص قرروا الانتحار انتحار جماعي عشان يدخلوا الجنة مع بعض، فكانوا بيعتقدوا انه من الأفضل يموتوا مع بعض عشان يدخلوا الجنة مع بعض. مش عارف، هذا اعتقاد ديني خاص فيهم. هذه صورة جيم جونز زعيم طائفة معبد الشعب، وراء مئات الجثث اللي بتغطي الأرض في أشهر حادثة انتحار جماعي في التاريخ، في يوم 18 نوفمبر عام 1978. صحي الشعب الأمريكي على فاجعة خلت العالم كله يقف مصدوم مش مصدق اللي صار. 900 شخص عملوا انتحار جماعي في مكان واحد وزمن واحد في مزرعة جونز تاون، وهذه المزرعة كانت مركز لطائفة دينية غريبة اسمها كنيسة الشعب. خلينا نرجع بالزمن لورا، بالضبط في عام 1956 اتأسست الطائفة الدينية كنيسة الشعب على يد جيم جونز، وهذا شخص غريب غرقان في الأحلام والأوهام والمثاليات، وكان بيؤمن بمبادئ الشيوعية اللي ما بتفرق بين عرق أو لون، جميع الأعراق والطوائف بتعيش في وفق تام من أجل المصلحة العامة وهي مصلحة الشعب. كانت فترة الستينات والسبعينات مسرح لدعاة التحرر من كل دين، فظهرت كثير من الطوائف الدينية الجديدة، وأعضاء هذه الطوائف والحركات الدينية كانوا أغلبهم من فئة الشباب اللي كان عندهم فراغ روحي وعاطفي، وهذا اللي خلاهم يشبعوا هذا الفراغ بطرق غير مألوفة وتشكيل طوائف غريبة تتناسب مع أفكارهم الروحية. فمين استغل هذه الحركة؟ الدجالين والكذابين استغلوا ضعف الشباب لصالحهم وجمعوا أتباع كتير إلهم، وكان صاحبنا اللي قصتنا اليوم عنه جيم جونز منهم. بدأ يروج لأفكاره وسط جماعة مسيحية اسمها الخمسينية، وكانوا أعضاءها من السود الكادحين ومجموعة من البيض أغلبهم من كبار السن وأشخاص متعلمين في مستوى عالي، اللي جمع بينهم الفراغ الروحي. أفكار جونز المثالية جذبت أعضاء هذه الجماعة وبدوا يكتروا أتباعه، فكان جونز يدعو لنبذ العنصرية والتفرقة في الوقت اللي كانت أمريكا تنصح بالكراهية ضد السود. عشان هيك أفكاره لقت إقبال كتير بين السود وبعض البيض الأمريكان، وكان بيدعو لدمج البيض والسود في مجتمع واحد في الوقت اللي كان الرئيس الأمريكي بيدعو لعزل السود عن البيض في المدارس والجامعات والأحياء السكنية حتى المواصلات العامة. وفي هذه الفترة كان جيم جونز في بدايته كالحمل الوديع داعية للسلام والخير، وأتباعه ساعدوه على الحصول على العمل وكانوا يساعدوا الفقراء والمحتاجين، وبعد هيك صار يطلب منهم الانضباط والولاء الأعمى وطاعة أوامره وما حدا يخالف أوامره وتعليمه، وفعلا صار اللي بده إياه. في عام 1965 راح هو ومية من أتباعه على شمال كاليفورنيا، وبدت هذه الجماعة تزيد وأنشأ المزيد من دور العبادة تابعة له بيجتمع فيها أعضاء الطائفة، وأسس مركز رسمي لإلها في سان فرانسيسكو. وهذه الصورة لجيم جونز داعية الحب والسلام وصديق الفقراء والمساكين اللي كان بيتخبى وراء هذه الأعمال، رجل مريض نفسي بيشوف حاله إنه المسيح بشحمه ولحمه، ومرة بقول عن حاله إنه فلاديمير، ومرة بيحكي عن حاله نبي صديق، حتى زعم في آخر أيامه إنه الله والعياذ بالله ونزل على هيئة بشر. مع مرور الوقت صار أتباعه يعبدوه، ما بيعصوا أوامره وينفذوا كل طلباته وما بنقشوا أبدا، فكانوا شايفين فيه أنه هو المخلص الوحيد إلهم من الكوارث المزعومة اللي تنبأ فيها جونز، ومن هذه الكوارث اللي راح تيجي حرب نووية تقضى على جميع سكان الأرض. وطبعا الناجي الوحيد من هذه الحرب هم أتباع جونز، هذا الرجل المعتوه زي ما وعدهم. في كتير من خطبه كان يهاجم الرأسمالية والتفرقة العنصرية، لكن في غالب الأحيان كان بركز على اللي بيسميهم الأعداء اللي بتربصوا فيه وفي أتباعه، وهم الحكومة والشرطة والناس بشكل عام والصحف والمجلات. وهذا الرعب والخوف المزعوم اللي زرعه جونز في أتباعه خلى أعضاء المجموعة يهاجروا لغابة معزولة في أمريكا الجنوبية في شمال دولة غاينة، وأسسوا إلهم مستوطنة هناك سموها مدينة جونز، وصاروا أتباعه يزيدوا في هذا المكان عشان يكونوا معزولين عن العالم ويمارسوا طقوسهم بكل حرية، وعشان يهربوا من إزعاج الحكومة الأمريكية وتحرشات الشعب. وهذه المدينة بسموها المدينة المثالية أو جنة الله على الأرض، وكل اللي بيصل لهذه المدينة ويشوفها ينصاب بالإحباط الشديد والصدمة، لأنه اسمها بيختلف عن الواقع. البيوت خشبية صغيرة ما بتسع لعدد كبير من الوافدين، كانت الغرف ضيقة، كان ينام عشرات الأشخاص في غرفة واحدة ما بتسع أكثر من اثنين، وكانوا مجبورين على الفصل بين الجنسين، يعني الأزواج بيفترقوا بالإجبار وكل واحد منهم بينام لحاله، هذا غير الحرارة العالية والرطوبة الكبيرة، فمعظمهم انصاب بأمراض خطيرة، وكمان مجبورين على العمل الشاق في الحرارة الشديدة أحيانا لمدة 16 ساعة متواصلة في اليوم، وكمان
كمان مجبورين يسمعوا صوت جيم جونز في مكبرات الصوت اللي حطها في كل مكان في الغابة، حتى انه كان يغني بصوت عالي في نص الليل والناس نايمة. فكانت الظروف في هذه المدينة فعلا كارثية، وهذا السبب اللي خلى بعض الناس التابعين له انهم يغادروا هذا المكان. لكن قبل ما يطلعوا لازم ياخذوا الاذن من جونز باعتبارهم عبيده، ولانه هذه المدينة في الادغال ما بيعرف طرقها الا جونز، فلازم ياخذوا اذنه عشان يرشدهم للطريق. فكانت هذه المستوطنة كسجن بدون قضبان. ولما عرف نائب الكونغرس الامريكي ليو ريان عن هذه المستوطنة وظروفها راح بنفسه عشان يتأكد، واخذ معاه مجموعة من المراسلين والصحفيين، مجموعة من قرايب بعض الناس اللي هاربين للمستوطنة. في البداية لما راح هناك بينوا له انه كل شيء تمام وما في اي مشاكل، وفي ليلة من الليالي وهم بيأدوا طقس عبادة في وسط رقص وغناء، واحد من المجموعة كتب ورقة فيها اسماء الناس اللي حابة تطلع من المستوطنة بس مش عارفين وخايفين من غضب جونز، واعطاها للسيناتور ليو ريان. وقتها عرف السيناتور انه في ناس محجوزين غصب عنهم. وتاني يوم بعد 18 نوفمبر عام 1978 السيناتور قال انه بده ياخذ معاه الناس اللي حابة تطلع من المستوطنة، لكن قليل اللي استجابوا له والباقي كانوا خايفين من ردة فعل جونز. طبعا السيناتور جاب معاه شاحنة كبيرة عشان ياخذ معاه اللي حابين يغادروا المستوطنة، وفعلا بدت الناس تركب في الشاحنة، والسيناتور كان واقف اخر الشاحنة عشان يتأكد من الناس اللي طلعت. وفجأة هجم عليه واحد من اتباع جونز وحاول يقتله بآلة حادة، لكنه فشل ووقع على الارض. زي ما بيقولوا المثل، دخول الحمام زي خروجه. هذا كان اللي بده يوصله يا جونز. لما وصل السيناتور والمرافقين الى المطار لقوا جميع الطيارات مسافرات، فقعدوا يستنوا توصل طيارة جديدة. وفي نفس الوقت اجت سيارة رباعية الدفع وطلع منها اشخاص مسلحين وصار يطلقوا النار على الشاحنة باللي فيها، فقتلوا 5 اشخاص من بينهم السيناتور ريان. وفي نفس الوقت راح جونز جمع اتباعه في المعبد، خطب فيهم وكان نص الخطبة: تيقنوا يا ابنائي ويا احبابي ان العساكر الامريكية قادمة لا محال، وعن قريب سترون الطائرة الامريكية تقصف ضيعتنا الامنة وتقتل حتى صغارنا واطفالنا، والحل الوحيد امامنا هو اللجوء لعمل بطولي ثوري وهو الانتحار الجماعي. البداية حاولت سيدة الاعتراض على هذا القرار، لكن اتفاجأت بهجوم شديد من المتابعين بانهم موافقين على هذا القرار وانه عندهم ثقة عمية في جونز. ولما عرف جونز بخبر قتل السيناتور استعجل بامر الانتحار الجماعي، وامرهم انه يجيبوا اواني يخلطوا فيها سم السيانيد وحامض الفاليوم، طبعا هذه انواع من السم القاتل، ووضعوها عند مدخل المعبد. واول شيء بدوا يسمموا الاطفال وبعدين الامهات، وبعدين اجى الدور على الباقيين، وكان اي حدا يفكر يخالف عطول بيقتلوه. وكانت مدة الوفاة 5 دقائق، 5 دقائق من العذاب الشديد والألم القاتل. في هذا اليوم انتحر 918 شخص، وطبعا كان مصير جيم جونز، انتحر وطخ حاله رصاصة في راسه وبس. والله وهيك انتهينا بقصتنا لليوم، وإذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمونا يا إخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.